عسلامة، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا. هوني معكم وسيم العلبي من سياتل، معايا شاب من كفاءة تونسية هوني في الولايات المتحدة الأمريكية، هو المسؤول الأول على التايب في نيويورك. دونك تايب هما اللي نظموا الريتريت هذايا واللقاء هذايا بتاع الجالية التونسية بأمريكا، تونيجيان أمريكان يونغ بروفيشنالز، هو مسؤول على التايب نيويورك تشابتر، معناتها الفرع بتاع تايب في نيويورك. حاضر معنا خليل عياد، مرحبا بك ومرحبا بينا. والله مرحبا بينا زوز، خاطر انا جاي ديجا من نيويورك. خليل عياد شاب تونسي، دونك ما عندوش بين ذا فرايد برشا، هو في امريكا 8 سنين، تحسب 8 سنين، فنان ارتست كريتيف دايركتور، اليوم مسؤول على تايب كما قلنا في نيويورك. سي ان بروفيل خاطر هوني سورتو ليديسيون هذه تك، معناتها فيها برشا لي بروفيل، جوجل، امازون، مايكروسوفت، ايتترا، كل دوك فما. سي خليل معاهم الارتست كريتيف دايركتور، شو تعمل بالضبط؟ فهذا انا كريتيف دايركتور، نعمل ديزاين واي نصنع براندز، نصنع الايدنتيتي، الايدنتيتي نتاع سواء شركه، شخص، جمعيه، بروجي، وات ايفر ات از. مي اون طون نخدم في تك كومباني، سو اي ثينك اي فيت. نخدم في تك كومباني بيست ان شيكاغو از ا كريتيف دايركتور. مي اون طون عندي شركي عن سوسيتي، وي دو برودكشنز دانس ثياتر، مسرح ورقص، مسرح ورقص. دونك عندكم عرض داير كبير هوني عاد تحضروا فيه السنه؟ ديجا نحضروا فيه مسرحيه، وفات عندنا workshop show اللي هو إن شاء الله آخر الشهر. العرض اسمه سارة ويحكي على جونين تعمرة من ميدل إيست. دونك ياك حاولوا. خليل هوني، شنو عطيت لأمريكا وشنو عطاك؟ معناتها الإمبورتونس نتاع الشخص اللي في هونيا، كل حلمة معناتها برشا يسميوها الأمريكان دريم، مهما كانت الحلمة معناتها هوني، كيفاش شنو تنصح ديجا ممكن يسمعوا في كي يخموا يخرجوا ما يخرجوش، شنو بتات خلي معناتها خصوصية نتاع ديفولوشن في الكارير نتاعك في بلاد كيما امريكا؟ معناتها اون فيت انا خرجت صغير، خرجت 21 سنة بالقروان، مش من تونس ولا من المهدية، بالقروان من القروان الى تروحي في جي اف كي في نيويورك. جات بوسيبيليتي نخرج، والحقيقة ما كانتش مبرمجة، ما كانتش فما رغبة باش نخرج. دونك كنت نعمل في فني، نعمل في المسرح في القروان وعايش، لكن جات له الاوبورتونيتي نجي، وكانت تخوف على الاخر خاطر ما نحكيش انجلي، ما عنديش اكسبيريونس، ما مشيتش للجامعه من صغير، دونك ما عنديش الشهاده اللي مش ندلل عليها، والا حتى الدعم المادي ما كانش موجود. دونك جيت لقيت روحي بليز موا في عالم جديد، حليت عينيا في بلاد جديده، وبديت نتعلم لا بجديات العادية، وخدمت في الخدمة العادية، معناها من غستو نخسف المعون، طيب نوري تشيف. من بعد الحقيقة ما عجبتنيش الريستوراسيون خاطر صعيبة برشا، تعدي فيها برشا وقت من غير ما تشعر. خرجت ورجعت للجو نتاعي الفن والجمعيات، خدمت في جمعية، مي في هذا الكل انه لقيت روحي نعمل في شيء من غير ما نشعر، لانه البلاد تعاونك انه ما تقعدش في الدار، ما تقعدش ريت حتى ما تنجمش، زاد ما عندكش وقت باش يكومبلين، معناها ما عندكش وقت باش تشيك. دونك ديما تلقى حاجه جديده تعملها، تلقى عباد جدد تتعرف عليهم، والكولتور واللغه زاد تحلك بيبان جدد، حتى نوع القرايه يتبدل، اللي كنت تقرا فيه بالعربي باش يولي بالانجلي. وانا جيت في نيويورك، ريزومي نتاع العالم، جمعيه كانت سبب زاد اني نتعرف على برشا عباد، شخصيات ومن بلدان مختلفه، لكن في الاخر اي ثينك اللي عطيته لامريكا ما عطيتش شيء بزيت. انا خذيت اكثر وخذيت من العباد اللي في امريكا، واللي هي معظمها ماهيش من امريكا، يعني معظمهم ديجا جايين من بلدان اخرين، لكن الكولتور اللي جابوها معاهم هي اللي عملت حل الاثنين. هذه قصتك هذه ان توكا في بعض الدقائق، ماهيش بتاع عبد بتاع 8 سنين ان توكا من خدمه، ما العمل في الساو بلاد هذه عجبتني، تعاونك باش ما تقعدش في الدار، معناتها وتخدم قد ما تخدم تلقى، مع تنجم هوني ديفلوبي روحك. خليل دو جيف باك، تخمم ترجع؟ تخمم نرجع، تخمم ترجع؟ اي كومبليتمون. كيف ما قلت لك ما كنتش نحب نخرج، لكن خرجت وتعلمت وقيت،
دونك باش نرجع وان شاء الله القروان و فما حلمه انه اللي نعمل فيه لهنا في الاخر يقعد لي كان في الريزومي اما ما فماش امباكت ديريكت على خاطر البلاد العباد اللي قاعد نخدم معاهم وفات لي بروجي نتاعهم ولا الحوايج اللي قاعد نخدم معاهم فيهم انه في الاخر مش يرجعوا على البلاد اللي هما موجودين فيها دونك انا جو بونس انك مش نرجع ونخدم في تونس على الاقل نخلي حاجه شو تنصح لي جون اللي يتفرجوا في الجون الموجود نسمع فيك ولا جرب 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 حتى مريض وين ما كان عبد جرب يقدم يعمل حاجه انا جو بونس جرب خاطر في الاخر ما فماش انا بالنسبه لي كلمه فيل ساره فشل ما فشل حاجه كونسيبت انا بالنسبه لي للتو ما فهمته خاطر في الاخر اكسبيرينس معناها اذا حاجه ما نجحتش اكسبيرينس اذا حاجه نجحت كيف دونك جرب وزاد فما حاجه اللي انا تعلمتها هنا انه الوقت معجزه الوقت معناها يداوي ويخليك تتعرف على العباد ويخليك تكبر ويخليك تغلط وتصلح دونك جرب الوقت شكرا لك خليل حياد على تفاعلك معنا اليوم بون كونتينياسيون في نيويورك صعيب شوي باش نرجعوا لك بياتو خسرت ريتويت تاع نيويورك قبل دونك انا فيت عندنا ديزيفينمون ان شاء الله جايين في نيويورك نجم تكون مش ريتويت نجم تكون حاجه اخرى خليها في وقت طبعا في سبيس طيب ولا ان شاء الله تلقاو فيها كل شيء واذا ما لقيتوش حاجه ريتش اوت كلا دونك تجمو خليل عياد تتفاعلوا معاه فريمون il est toujours de bons conseils ou dima يحاول يعاود قبل شكرا لك يعطيك الصحه مازال معاكم كان خلاتو توا كان هذه اول فيديو تشوفوها باش تلقاو بوكو دوتر فيديو على اليوتيوب على فيسبوك على لينكدين تاع اكسبريس اف ام على حاجات على انستغرام على تيك توك بليزيور فورما وكان تسمعوا فينا في الاف ام سي كما زال فما حوارات اخرى تبعونا وسيب عبي معكم هوني من التايب ريتويت يوني جماعك اليونك بروفيشنالز اللقاء السنوي بتاع الجالية التونسية في أمريكا ينظموا دوك غنكور السلام بتاع العدد المشاركين أنا معكم هوني من سياتل